بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الكورس بتاع الترم ده اللي هو جنرال كيمستري، بس طبعا احنا هناخد الجزء الخاص بالاورجانيك كيمستري. الاورجانيك كيمستري عندي هي عبارة عن الكيمستري الخاصة بدراسة المركبات اللي بتحتوي على الكربون، وطبعا دي نظرية قديمة، لان كانوا زمان بيقولوا او في قبل كده كان بيقولوا ان المركبات العضوية هي المركبات التي تحتوي على الكربون، ولكن ظهر بعد كده مركبات اخرى بتحتوي على الكربون ولكن هي مركبات غير عضويه زي الكربون دايوكسيد والسيانايد and so on. طيب بعد كده طبعا عندي نقطه كمان، ان الهيومن بودي بيتكون من اورجانيك كومباوند. انا دلوقتي بتكلم على اهميه المركبات العضويه او الاورجانيك كيمستري في العام. يعني طبعا جسم الانسان بيتكون مكون من المركبات العضويه، وبرضو الأورجانيك كيمستري ليها دور هام في مجال الطب والهندسة الوراثية. في عندي نظرية اسمها فيتاليزم، اللي هي النظرية الحيوية، وهي كانت بتتكلم يعني أساسها إن كان المركبات العضوية كلها بتخلق داخل الكائنات الحية أو داخل الخلية عن طريق قوة اسمها القوة الحيوية. طبعا الكلام ده جه عالم ألماني حطم النظرية دي عن طريق ان هو حضر مركب عضوي وهو اليوريا من مركب غير عضوي وهو أمونيوم سيانيت او سيانات الأمونيوم. فطبعا دلوقتي هو قدر يحصل على مركب عضوي في المعمل بره الخلية وبره الليفينج أورجانيزم. انواع البوندز عندي، بعد كده هبتدي في انواع البوندز. طبعا البوندز هي الطريقه اللي بيرتبط بيها الاتومز داخل المركب الكيميائي. عندي ايونيك بوند، كوفالنت بوند، كوردينيت بوند. الحاجات دي كلها طبعا عندنا معلومات عنها قبل كده، يعني مش جديده علينا. الايونيك بوند طبعا هي بتسمى الكتروفالنت بوند، وهي نوع من الترابط بيتم ما بين بيتم عن طريق الكتروستاتيك اتراكشن، يعني في قوه كهرومغناطيسيه بين تو اوبسيتلي تشارجد ايونز، ايونات مختلفه اللي هو بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون ان كيميكال كومباوند. ايه اللي بيحصل؟ البوند دي طبعا بتتكون، الايونيك بوند بتتكون لما اتوم، طبعا انا اي بوند عندي بتتكون بين تو اتوم. طيب لما اتوم من التو اتوم المكونين للبوند بتفقد الكترون اللي هو اوتر موست الكترون اللي هو الكترونات التكافؤ، طبعا هي اللي بتتفقد اوتر موست الكترون، بتفقده وبتتحول لايون موجب عشان ينتقل للاتوم الاخرى اللي بتكتسب الالكترون ده وتتحول الى ايون سالب، وبالتالي تنشا بينهم الكتروستاتيك اتراكشن فورس. وفي الحاله دي طبعا كل من التو اتومز المكونين للبوند بيوصلوا للتركيب الالكتروني الاقرب غاز خامل اللي هو النوبل جازز. طبعا عندي مثال ارتباط الليثيوم مع الفلور. الليثيوم المفروض ان توزيعه 2-1، فطبعا الاوتر موست شيل فيه 1 الكترون، وهو في الحاله دي عايز يوصل للتركيب الالكتروني للهيليوم انه يبقى عنده 2 فقط، فعايز يفقد الالكترون ده، فبالتالي الليثيوم بيفقد الالكترون تمام ويتحول لايون ليثيوم، وتوزيعه الالكتروني بيبقى 2 فقط اللي هو مكافئ للتوزيع الالكتروني للهيليوم. في نفس الوقت الفلور بيكتسب الالكترون اللي فقده الليثيوم ويتحول للتوزيع الالكتروني بتاعه ليكافئ التوزيع الالكتروني للنيون، وفي الحاله دي بتنشا ويتحول لايون سالب وبتنشا الكتروستاتيك فورس بين الليثيوم والفلور ويديني ايونيك كومباوند. الكوفالنت بوندنج تاني حاجه هي فيها بيحصل مش بقى فقد الكترونات واكتساب الكترونات، لا هو بيحصل مشاركه بين التو اتومز المكونين للبوند، مشاركه في الكترونات البوند. فانا دلوقتي المفروض عندي مثلا مثال للكوفالنت بوند، عندي الهيدروجين اتومز، عندي اتحاد ذرتين هيدروجين مع بعض بيديني الهيدروجين مولكيول. طيب كل هيدروجين عندها 1 الكترون، المفروض انها محتاجه الكترون كمان عشان توصل للهيليوم، فبالتالي انا عندي دلوقتي التو اتومز اوف هيدروجين، التو اتومز اوف هيدروجين بيتحدوا مع بعض ويدوني جزء الهيدروجين، وهلاقي كل اتوم بتتشارك
في الكترونين، فبيبقى حواليها الالكترونين اللي هو توزيع الالكتروني للهيليوم، الالكترونين عند الذره دي، عند ذره الهيدروجين والذره الاخرى. في بعد كده عندي الكوردينيت بوند، بسميها كوفيلنت بوند برضو، ولكن في الحاله دي ما بيحصل شيرنج للالكترونز، بس بيبقى مصدر الالكترونز اتوم واحده، يعني الالكترونين مش جايين من الذرتين المكونين للبوند، لا جايين من ذره واحده من الذرتين المكونين للبوند. تمام. طيب، والذره الاخرى المكونه للبوند او المتشاركه في البوند ساعتها في تكوينها بتبقى عندها فيكانت اوربيتال، عندها اوربيتال فاضي، فبتاخد الالكترونين من الاتومز اللي هي بتبقى غنيه بالالكترونات ساعتها. يبقى هي الكوردينيت بوند يونايتس تو اتومز، هي عباره عن اتحاد تو اتومز، واحده من التو اتومز دول عندها لون بير اوف الكترونز، تمام، والاخرى عندها نقص في الالكترونات. الفيرست اتوم بتدي اللون بير، بتساهم باللون بير اوف الكترونز، وبسميها دونيت اتوم. والاتوم الاخرى بتكتسب الالكترونات دي وبسميها اكسبتور اتوم. تمام. وبعبر عن الكوردينيت بوند عن بسهم طالع من الدونيت اتوم للاكسبتور اتوم. ادي عندي مثال الامونيا مع البروتون. المفروض ان الامونيا عندها لون بير اوف الكترونز، والبروتون عنده فيكانت اوربيتال، هو هيدروجين ما عندهوش الكترونز. تمام. فبالتالي يحصل ايه؟ يحصل ان النيتروجين تدي اللون بير بتوعها تشاركهم مع الهيدروجين وتكون بوند. البوند دي في الحالة دي اسمها كوردينيت بوند، وهنقف عند الجزئية دي.